شعب المغرب لا يهان. منظمة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، هذه الوقفة الرمزية أمام البرلمان، أولا للتعبير على إدانتنا لعملية اغتيال ممنهجة ضد مواطنا المغربية من طرف قادة الجيش الجزائري، لعملية تصعيد التي يقوم بها قادة الجيش الجزائري تجاه المواطنين المغاربة وحقهم في الحياة، تجاه الوحدات الترابية. قادة الجيش الجزائري يذهبون بالمنطقة إلى الحرب وإلى عدم الاستقرار، وهذا يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي الرابطة رسالت الأمين العام للأمم المتحدة لإدانة هذا العمل. كذلك نحن سنراسل رئيس مجلس حقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية، وبصدد رفع شكاية دولية بقادة الجيش الجزائري، لأنهم أولا يهددون السلم والاستقرار، يقومون بالقتل الممنهج، وكذلك يحاولون تصدير أزمته الداخلية بعد أن اشتد الخلاق على دولة الجزائر بعد فشلها على المستوى الدولي وعلى المستوى الخارجي في الانضمام لإحدى التكتلات الدولية، بعد تصاعد الاحتجاجات وتصاعد الاحتقال، بعد تزايد المطالب بانفصال منطقة القبائل، وبالتالي فهم يحاولون الزج بالمنطقة إلى الحرب وإلى التصعيد. لذلك نحن ندين سنقوم بحملة دولية لمواجهة هذا التوجه نحو العنف ونحو القتل ونحو الحرب. أولا سنشكر مجددا وسائل الإعلام اللي حضرت معنا في هذه الوقفة، وبغيت نأكد لكم على أنه الوقفة كتجي على إثر القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد اللي قامت به قام به النظام الجزائري في حق مواطنين مدنيين عزل محاملين لا سلاح ولا كانت عندهم نية ديال التهريب، كما ورد في مضمون البلاغ ديال وزارة الخارجية الجزائرية، ولا كانت عندهم شي أهداف ديال الإساءة للسلطات ولا المواطنين الجزائريين. بالعكس، تاهوا في البحر وعلموهم، الناس تشاوروا مع المسؤولين ديالهم، تلقوا عليهم الرصاص ببرودة الدم. كنعتبروا هذه أولا من خلال هذه الوقفة هي جريمة ضد الإنسانية، كتستوجب بالضرورة المتابعة والملاحقة للمسؤولين اللي قاموا بهذا الفعل والمرتكبين واللي عطاو التعليمات في هذا الإطار من المسؤولين، لأنه مما لا شك فيه البحرية العسكرية ديال الخفر السواحل تابعة للنظام العسكري الجزائري تشاورت مع المسؤولين، خذوا الرأي ديالهم، قاموا بما قاموا به دون الرجوع إلى القواعد والتقاليد المتعارف عليها في حالة الحرب والسلم. شخص لما كيحمل الرايه بيضاء ما كيتيريش فيه الانسان، وكان يمكن يعتقلوهم، كان يمكن يقدموهم للقضاء ويحققوا معاهم ويعرفوا علاش هاد الناس تاهوا، واش هاد الناس عندهم شي خلفيه اجراميه او ما عندهمش. ببروده الدم طلقوا عليهم الرصاص واردوهم قاتلين على الفور، وشخص اخر تم التوقيف ديالو واحيل على القضاء الجزائري. حنا تنعتبروا كما قلت من خلال هاد الوقفه، لا حنا ولا الاخوان ديال مختلف الهيئات الحقوقيه اللي معنا، هذا العمل هو عمل اجرامي، جريمه دوله ضد مواطنين مدنيين عزل. النقطه الثانيه، كنعتبروا على انه ما قاموا به فيه خرق سفير لقواعد جنيف، كنعتبروا ما قاموا به فيه خرق للقانون الانساني الدولي، كنعتبروا ما قاموا به ما كان له ان يكون، انطلاقا من حسن الجوار، انطلاقا من الروابط المشتركة ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري، اللي بدوره كيندب واحد الفئات واسعة منه على هذا الشيء اللي وقع. حنا ما يمكنش نتقبلوا هذا العمل وما يمكنش نسمحوا به، وكذلك تجي هذه الوقفة باش نسجلوا الاحتجاج ديالنا على الحكومة المغربية والصمت الرهيب اللي طبقته على هذه القضية، وأنه هذاك الجواب ديال السيد رئيس الناطق الرسمي باسم الحكومه كنعتبروا انا يعني غير كافي وغير شافي وغير مقنع، يعني القول بان المساله امام القضاء هذه احنا عرفناها قبل ما ينطق هو، ولكن كنا نتمناو ان نعرفوا الحكومه شنو هي الاجراءات والتدابير
والمساطير اللي سلكتها، لان هادو مواطنين مغاربه طبقا للدستور وطبقا للقوانين وطبقا للمواثيق الدوليه. من حقنا كراي عام حقوقي وكامه مغربيه نعرفوا هذه الحكومه شنو دارت، ما دارت لهم حتى شي حاجه. لذلك حنا كنطالبوا اولا من المنتظم الدولي باش يتحمل المسؤوليه ديالو، وشاف بعينه والراي العام الوطني والدولي عاين جريمه القتل ديال الدوله، وماشي جديد هذا الشيء على النظام الجزائري. النظام الجزائري اللي كيرعى منظمه ارهابيه فوق التراب ديالو، اللي هي المنظمه ديال البوليزاريو، واللي كتقوم باعمال منافيه واعمال ماسه بالحقوق وكتقيس السياده ديال المغرب مره وكتزمدها بالسلاح وكتأويها باش تقوم هذا العمل الاجرامي، ماشي غريب عليها تقتل جوج الناس ببروده الدم. المساله الثانيه كنطالبوا ان القضاء لما يستوفي الاجراءات اللي قام بها يطلع الراي العام الوطني والدولي بما قام به، وحنا كرابطه مغربيه المواطنه لحقوق الانسان وكذلك العصبه المغربيه ومختلف الحركات الحقوقيه اللي معنا غادي نديروا مساطير امام المنتظم الدولي كما موالفين كنعملوا دائما. عملنا الحقوقي هذا يومي، كنرصدوا الخروقات ومدى احترام هذه الدول ديال منطقه المغرب العربي يعني الحقوق والواجبات اللي تتخولها المواثيق الدوليه للمواطنين بهذه المنطقه. نحن هنا استجابه لدعوه وجهتها مجموعه من المنظمات الحقوقيه من اجل التضامن مع الشباب الذي تعرض لاطلاق الرصاص من طرف الجيش البحري الجزائري، لندين هذا السلوك الهمجي الوحشي، ونؤكد على ان الجزائر كشرت عن انيابها كنظام وانتقلت الى سرعه ثانيه، وهي سرعه يعني استهداف حياه المواطنات والمواطنين المغاربه من خلال رميهم بالرصاص. وهذا سلوك جبان لا يمكن الا ان ندينه ونستنكره، وندعو المنظمات الدوليه الحقوقيه ان تفتح تحقيقا في هذا الموضوع. ايضا ندعو الهيئات الامميه الحقوقيه ان تتفاعل مع نداءات المنظمات الحقوقيه الوطنيه وان تفتح تحقيقا في هذا الموضوع، لان الجرائم التي تم ارتكابها اليوم من طرف النظام الجزائري هي جرائم ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانيه، جرائم يحرمها القانون الدولي الانساني الخاص بحقوق الانسان. فالوقفه الاحتجاجيه اليوم من اجل اثاره انتباه الراي العام الوطني والراي العام الدولي الى فظاعه هذه الجريمه، الى استمرار النظام الجزائري في ارتكاب مثل هذه الجرائم، الى التاكيد على ان هذه الجريمه هي فعل ممنهج تكرر لسنوات عده على مستوى الحدود المغربيه سواء البريه او البحريه. لذلك فالراي العام الوطني والراي العام الدولي يجب ان ينتبه الى هذا الامر، ويجب ان يفهم ان النظام الجزائري اليوم يسير بالمنطقه نحو التوتر، ويريد ان يجعل من هذه المنطقه عباره عن منطقه نار من اجل التغطيه على جرائمه التاريخيه وجرائمه الحاليه. من اجل تنظيم هذه الوقفه الاحتجاجيه امام البرلمان امام السلطه التشريعيه، وكذلك لمطالبه الحكومه باتخاذ موقف جدي امام هذه الجريمه النكراء. هي جريمة ضد الإنسانية، هي جريمة دولية، هي جريمة ضد مواطنين عزال، والتنديد كذلك بتصرفات نظام عسكري جزائري لا ما فتئ أن يعض اليد الممدودة له من طرف المغرب دائما من أجل فتح الحدود، من أجل الحوار، من أجل يعني إقامة العلاقات وأواصر يعني عدم قطع ذيك الأواصر التي يصر النظام الجزائري من أجل أن يقطعها ويقابلها بجرائم أندج بالإنسانية. فهذه جريمة ليست في حق المواطنين المغاربة، بل هي جريمة ضد الإنسانية.